السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. موضوع اليوم اللي غنتكلموا فيه على المغنية المشبوهة واللي خرجت واحد ستوري مؤخرا يعني بالأمس وقالت أنها خجلت من نفسها عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية وأنها حضرتها بوجهها الحقيقي. صراحة أن هاد ستوري وهاد المعاني اللي غتحاول أنها توصل واحد الرسالة الغير المباشرة للناس المتتبعين على أساس أنها مظلومة وأنها بريئة من هذاك الحساب بالحمزة مون بيبي وهادشي كامل أخوتي فهي إلا تمثيلية فوق تمثيلية وأن إن الله الخالق اللي فوقنا هو اللي عالم شنو داير في الراس ديالها على أين. فإذا كانت السيدة كتحاول أن مازال تبرأ راسها من هاد المشاكل أو هاد الموضوع أو هاد القضية ديال حساب حمزة مون بيبي وأنها هي اللي كانت السبب في دخول الأستاذ محمد المديمي لسجن الودايا ومازال أنها متشبتة بديك البراءة ديالها والمحامي ديال دائما كيدافع عليها بشتى الوسائل وعطاها ضمانات على أساس أنها تخرج بريئة من هاد هادشي كامل بالرغم من شهادة جميع المتهمين في حقها حتى أقرب مقربين اللي هي ابتسام باطمة اللي اعترفت أن الأخت ديالها فهي مدبرة وأنها مسيرة لهذا الحساب زيادة على الهاكر اللي اعترف تلقائيا أمام الضابطة القضائية بأن هذه المغنية فهي صاحبة هذا الحساب على أين. فهذا الخروج الدائم اللي كتخرج به السيدة فربما أنها يعني بالمناسبة أن الحياة راه ما كت راه دائما الواحد راه ما كيعيش دوما. فهاد المغنية المشبوهة اخوتي اخواتي مازال ما بغاش تاخذ العبرة من الحياة ما عرفاش بانها يعني غدا ولا بعد غدا واش غتموت او مازال تعيش وما مازال ما خاش العبرة من موت صلاح الدين الغماري اللي مات موت الفجأة صراحة. ف بنادم اخوتي راه ما بقاش كيفكر في يعني في الاخره ولا دائما كيفكر في يعني في الدنيا. فمن هذا المنبر كنطالبه انها تخرج وتعترف وتدافع على الحق هذوك الناس الضحايا اللي مازال مضرين من هذاك الحساب. بالرغم من ذلك فهي مازال اخوتي كتخرج بهالسطوريات مازال كتحاول تستفز المتتبعين تستفزنا احنا كمدافعين على هاد محمد المديمي الله يطلق سراحه. وان شاء الله هنا عندنا يقين ان يعني غتكون واحد المفاجاه عما قريب كما اعلن عليها الاستاذ عبد الفتاح زهراش واللي قال ان غتكون داكشي في سريه تامه ونحاولوا اننا ما نبقاش نجبدوا هاد المسائل فهي غتكون فالى بقينا كنهضروا غير عن فراغ فربما غيكون هادشي لصالح هاد الاتباع ديال هاد المغنيه وبالتالي يعني ما نكسبوش يعني هاد القضية للأستاذ محمد المديمي صراحة. إن شاء الله فعما قريب فغيكون مفاجأة اللي هو الصراحة للأستاذ المديمي والبراءة وبالتالي غتعرفوا الحقيقة الكاملة ديال هاد العصابة ديال حمزة مون بيبي والطريقة اللي كيخدموا بها والطريقة اللي كينتقموا بها بهاد الناس وهذوك الناس العصابة كامل إن شاء الله بحول الله غيتم إلقاء القبض عليهم وبالتالي الحكم عليهم بشد بأقصى العقوبات اللي كينص عليهم القانون اللي هو النصب ومحاولة يعني الابتزاز وكذلك تغيير مجريات المحاكمة والحقيقة ديال هاد الحساب إن شاء الله أخوتي. فدعاؤنا لله سبحانه وتعالى للصراحة الأستاذ المديمي وعما قارب غتكون مفاجأة كما ذكرت وهذا الشيء أنا على يقين أن الأستاذ المديمي فهو كيدعو ليلة نهار وحتى الأم ديالو اللي خرجت بواحد الرسالة كتشكر في جميع المتتبعين اللي كيساندوا في الإبن ديالها اللي عارفة أن بعد ما اطمأنها عبد الفتاح زهراش بالخير وإن شاء الله هذا الشيء اللي كانت منه من الله عز وجل وكلنا الأستاذ المديمي ويطلق الصراحة دياله عما قريب.
وفي موضوع آخر فيما يخص قضية عادل الميلودي وعزيز الحطابي واللي بينت نتيجة يعني الخبرة الجينية بأن ليس هناك علاقة أبوة ما بين عزيز وعادل الميلودي، وبالتالي فعزيز عاش واحد اللحظة عصيبة واحد صدمة لتلقاها إثر هذا الخبر اللي مشى على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات. وهنا في دخلت الأم دياله واعترفت له مجموعة من الأشياء ربما كانت صادمة، واللي بينت أنها كانت ضحية يعني واحد الاغتصابات، ضحية الاغتصابات ربما ما كانتش عارفة لكون أنها كانت مازال بقى صغيرة وأنها ما عقلاتش بالضبط على شكون الأب الحقيقي، وكانت شكة يعني واحد 99% بأنه هو عادل الميلودي. ولكن عادل الميلودي أخوتي لأنه عارف الحساب وعارف التوقيت بالضبط اللي كان مع علاقة مع هاد الكبيرة. صراحة فهاد الاعتراف ربما اللي خلق واحد ضجة كبيرة، وأن هاد عزيز اللي مازال عايش واحد يعني حياة مزرية يعني صراحة فهو نفسانية متدهورة بسبب هذا الخبر. ربما أنه كان على يقين وأنه كان تيق في الأم دياله لأنه كان كيتيق فيها بزاف، وهذا الشيء اللي خلاه أنه يتصدم وأنه يعيش هذه الحالة النفسية. ودائما فهو كيبقى الابن ديال الكبيرة، وكنت منه من الله عز وجل أن هذه الأم تفكر شكون هو الأب الحقيقي بعد ما تهم هذا عادل الميلودي وقال أن بوقطب هو الأب الحقيقي ديال هاد عزيز. وهنا كيكون واحد الرفض بعد ما كان هاد القطب دائما كيؤكد أن الأب اللي هو الحقيقي هو عادل الميلودي، ولكن أخوتي فاحنا كنشوفوا هاد الحقيقة المرة وكنتأكدوا أن هاد عادل الميلودي اللي كان دائما كيخرج في اللايفات ودائما كيسبوا عير وهذا يعني هو راه كان علاوي راه كان عارف راسه انه مظلوم. فهنا كيتبين لنا هذا الانسان اللي كنا كناخذوا عليه واحد الفكره غالطه، فالان هاي الحقيقه بانت وها يعني كل شيء بان، وكنتمنوا من الله عز وجل ما يبقاش يعني يخرجوا شي اخبار يعني زائفه. فبالمناسبة فعادل الميلودي اللي خدع على العاتق ديالو أنه ما يتابعش عزيز والأم ديالو الكبيرة يعني ما يتابعوش في المحكمة لكون أنه تبوا لي مجموعة من المشاكل، سواء مشاكل عائلية سواء في الساحة الفنية، وهذا شيء كامل خوتي كتبيننا هذا الإنسان فهو إنسان طيب إنسان خلوق. ربما أنه تسامح مع المغاربة بالرغم أن هاد المشاكل تسبوا لي هاد العزيز والكبيرة بالخارجات، ودائما أنه كيقول أن هذا ماشي ولدي وأنه كيخرج عينيه، وحنا كنا ما تيقينش في هاد الشيء كامل، ولكن الحمد لله بعد الخبرة الجينية اللي تبتت أن لا علاقة الأبوة مع عادل الميلودي وعزيز، وإن شاء الله فحنا ثقة كما اللي وضعنا على القضاء. فالحمد لله الحمد لله أخوتي، كنتمنى كل الخير للمجتمع ديالنا المغربي. ف هاد عزيز اخوتي كنتمنى له حياه سعيده، وان الام ديالو راه كتبقى دائما الام ديالو الكبيره، وهكذا الحياه. ربما انها خافت، ربما انها ما بغاتش توصل له شي اخبار يتصدم فيها من البدايه. صراحه اخوتي ان شاء الله القاكم في تمام الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.